لابد أن يتحملوا عشان نعدي المرحلة أفضل. أنا آسف للإطالة، الورقة دي فيها أيضا جزء من تقرير نسميه وثيقة أصدرها المجلس الفترة السابقة، والوثيقة دي بتفكرني السيدات والسادة اللي قاعدين، كان في فيلم عربي الناس مشيت الشارع تقول جواز عتريس من فؤاد باطل. حد فيكم شاف الفيلم ده؟ احنا بقى وصلنا في اتحاد المستثمرين لكده، جواز عتريس من فؤاد باطل. ما فيش حكومه من ايام احمد نظيف ما ادينهاش الورقه دي. الورقه دي ورقه سحريه فيها عرق ودم الناس اللي عرفوا يبنوا مصر، واللي يبني في مصر ما كانش حلواني، الراجل صناعه، هم دول رجال الصناعه اللي بنوا. بيقولوا لمصر اهو الروشتة اهي، لا عاوزين نجيب خبراء اجانب يجولوا كل يوم الصبح ويخبطوا على مكتب ويقولوا رايك ايه في حل المشكله الاقتصاديه، بديهم الورق. رجال الصناعه والانتاج في مصر المستثمرين لا زالوا ورا الورق. الورقه دي هتتعرف وتحترم انما يتبناها رجال وسيدات الاعلام في مصر. بشكركم. واي كافه قرارات بتاخدها في زياده الاسعار الخاصه بالمواد البتروليه ورفعها عن كاهل الدوله، وبعدين الميزانيه لها لتخفيض العجز الموجود في مصر. وهو طالب كمان ان احنا نكمل المشوار ونستكمل رفع كل الدعم على ادوار ان هو يوفقوا استماره لكل الناس الغلابه والمستحقين، نديهم دعم اهلي يعوضهم عن القيمه اللي انخفضت في الاسعار واهالي الاسعار الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسمحوا لي بالبدايه احيي هذه المبادره لأنها مبادرة صادفت موعدها. هي احنا مش جايين عشان نأيد، بس التأييد ده مسألة قديمة، لكن لابد إننا نقول منطقنا في التأييد يعني. وهل القرارات اللي اتاخدت دي وناقشة الحيادية مع بعض، هل القرارات اللي اتاخدت دي كانت قرارات وجوبية؟ وهل القرارات اتخذت بشكل يعني فعلا يجعلنا نؤيدها ونقف وراءها ونسددها ونؤيدها؟ انا عايز اقول لكم الامانه تقتضي ان انا اقول لكم ان التنميه تخفو اثر الاستقرار، لان الاقتصاد ولا يزداد الا في مناخ مستقر. والاستقرار يعني سلام اجتماعي، والسلام الاجتماعي يعني عداله اجتماعيه، والعداله الاجتماعيه لا تاتي الا بالتوزيع العادل للثروة. إذا ما كانش فيه ثروة يبقى مفيش حاجة اسمها عدالة. مش هتوزع حاجة. فلابد إن إحنا نوجد الثروة ثم يأتي بعد ذلك العدالة الاجتماعية. وخليني أكون صادق وأمين معاكم. فيما نعاني منه الاقتصاد المصري. أنا أشعر أحياناً أننا وكأننا نفكر بطريقة معكوسة. من الذي يقول أن الغني يستفيد من الدعم أكثر من الفقير؟ من الذي يقول هذا؟ طب أقول لكم أكثر من كده، من الذي يقول أن السفارات الأمريكية، السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية كلها في مصر ندفع لها دعم في البنزين بتاعها؟ أليس هذا نوع من الهراء ونوع من العبث بمدخرات بأموال هؤلاء المصريين؟ قضية الدعم يا إخواني، وأنا واحد من المستفيدين في هذا الدعم في مصانع كثيفة استخدام الطاقة في الأسمنت، وكنت أنادي بصوت مرتفع من 2008، ولعل أخويا الأستاذ محمد فريد خميس كان يعلم قد إيه كنا بننادي أنا وأحمد بهجت في اجتماع مرة على التلفزيون، قلنا الكلام ده يا إخوانا، حينما يكون هناك سعرين لسلعة واحدة يحدث فساد. طبعا الكلام بعد الاستاذ محمد فريد والاستاذ حسن رتب من اصعب ما يمكن يعني. لكن بمناسبه القرارات، الحقيقه انا بحيي هذه القرارات، حيث قرارين اساسيين. القرار الاول
بإعادة الميزانية أو الموازنة التقديرية ل 2014-2015 بعجز أكثر من 12% لمجلس الوزراء مرة تانية عشان تبقى الموازنة عجز فقط 10%، أنا أعتقد ده قرار كنا منتظرينه من زمان وقرار جريء وقرار قوي إن القيادة السياسية تأخذ هذا القرار في فترة حرجة وتقابل رد فعل جامد مع الحكومة. النقطة الثانية قرار الحكومة إنها تأخذ القرارات في تحريك سعر الطاقة، هي مش رفع دعم بالكامل لكن هو تحريك بسيط في سعر الطاقة. أنا أعتقد القرار ده عجز حوالي 10 سنوات إنه أي حكومة إنها قدرت تاخده لظروف رعب وظروف هلع خوف من أحداث سنة 77. فأنا أحيي الحكومة إنها تأخذ هذا القرار في تلك الفترة بهذه الصورة، ده قرار في غاية الجرأة، واحنا يعني مستبشرين خير في الفترة اللي جاية من القرارات العنيفة اللي بتواجه واحد عنده مرض أورام واحنا عمالين نعالجه بمسكنات أسبرين نوفالجين، ففي الآخر عاوز تدخل جراحي في الآخر، وده بداية تدخل جراحي للتصويب واتخاذ خطوات جريئة لمصلحة الوطن اللي هو أهم شيء. اللي بيقول انه المستفيد من هذا القرارات طبقة أغنية، لا انا برد بقول اكثر ناس هيسددوا فاتورة في الفترة اللي جاية هم الطبقات القادرة. اولا الضرائب بترفع من 20% إلى 25% إلى 30%، وانا اعتقد زملائي كل اللي موجودين ما عندهمش مانع، اذا الوطن محتاج لنسبة اكثر من 30% احنا مش متأخرين، احنا بندور كلنا على مصلحة الوطن. 50% زيادة في الضرائب، الضريبة العقارية، الضريبة العقارية هي بتطبق على لأن الحد الأدنى للوحدة هي 2 مليون جنيه، اللي عنده وحدة ب 2 مليون جنيه ده مش شخص مش طبقات فقيرة، لا ده طبقات مقتدرة وطبقات غنية. الطاقة فور سيزون هنا أكتر واحد بياخد دعم طاقة الكهرباء، بياخد دعم سلطة سولر، بياخد دعم زيادة، فده كل ده وده من غير معقول إن الفور سيزون الحكومة تدعمه في العشر سنين اللي فاتت، ده شيء يعني في بلاهة إن إحنا ندعم الفور سيزون زي ما قال الأخ محمد فريد، عملنا دعم السفرات ودعم الأغنياء ودعم السياح، ده شيء سفه يعني كان في الفترة اللي جاية. بالعكس أنا بعتقد كمان إن الفترة اللي جاية تحتاج قانون الضرائب القيمة المضافة، وده كل دول العالم طبقت قانون القيمة المضافة، بدأت أوروبا الغربية، دخلت أوروبا الشرقية طبقته، أمريكا اللاتينية طبقته، دي عدالة ضرائبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس صبحي نصر، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالسويس، ونائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيراميك والبورسلين في مصر بالعاشر من رمضان والسويس. هقول بس حاجة، أنا طبعاً سعيد سعادة غامرة أن أجد هذه الروح من قبل جموع المصنعين المصريين، وده مش غريب لأنه المصنع والمستهلك كليهما مصريان وكليهما يتحملان تبعية أن يقف بجانب الاقتصاد المصري. إحنا بصدد زي ما قال أساتذتنا عملية جراحية صعبة لها أثار جانبية، أن نتحمل آلامها لفترة محدودة خير لنا من أن نتحمل آلاما طوال العمر وربما تصل إلى حد الموت لا قدر الله، وهذا ما لا نتمناه لمصرنا الحبيب. أنا طبعا مش سياسي مقدم زي ما سبقوني من أساتذتنا، فهدخل في الموضوع مباشرة فيما يتعلق بقطاع الصناعة اللي أنا أمثله ألا وهو صناعة السيراميك. صناعة السيراميك أيضا شبيهة بصناعة الأسمنت من حيث دراسات الجدوى والتكاليف، أيضا تلك التكلفة خامات وثلثها عمالة وثلثها طاقة، ولكنها ربما صناعة الأسمنت والحديد تمتاز عليها بأنها صناعات محمية، بمعنى أنه لا يعني استيرادها أو المستوردين بتوعها قليلين، لكن صناعة السيراميك صناعة أفتاح أبواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها. إحنا أنتجنا مثلا من 2011 حتى الآن أنشأنا 3 مصانع، من 2011 حتى الآن أنشأنا 3 مصانع، منهم مصنع بورسلين، أنتجنا بورسلين يفوق المنتج العالمي بشهادة الطلاينة نفسهم والأسبان اللي هم مهد هذه الصناعة، ورحنا للمستوردين وجدنا إحساس يعني يحزن بأن المستوردين المصريين الذين ينعمون بحق المواطنة المصرية ويعيشون على هذه الأرض ويستظلون بهذه السماء وينعمون بهذه الخيرات في مصر، يتركوا المنتج المصري ويهرولون
يبلغوا منتج من الصين ومن الامارات اقل جوده من منتجنا بكثير واكثر سعرا، ولكن سالناهم ليه يا جماعه؟ قالوا عشان احنا لو خدنا المنتج بتاعكم هنكسب في المتر 2 جنيه، لكن في الاستيراد هنكسب في المتر 10 جنيه، وهذا شيء محزن. احنا قلبا وقالبا بدون رياء او نفاق او مجامله او كلام للاعلام مع القرارات الحكوميه قلبا وقالبا، لاننا زي ما احنا عارفين بالضد تتميز الاشياء. جربنا 3 سنين من الفوضى والهلع وخيبه الامل والبلطجه، ومش مستعدين نرجع لده تاني، وبنعتبر انه استمراريتنا بدون ربح في المرحله القادمه هو الربحيه في حد ذاته. احنا كلنا كمستثمر عاش مرضان وكعضو في اتحاد المستثمرين بندعم بقوه ما قامت به الحكومه. صحيح الناس غلابه، صحيح الناس بتعاني بشده، لكن اللي رماك على المر قال الامر منه. الانسان مننا لما رجله بيجي فيها جرجالين على المريض يقطعوها احسن ما يموت. احنا في المرحله دي قدامنا كاسين احلى ما فيهم مر، فعلينا ان نتحمل جميعا هذه المرحله ونقول للسيسي ادنا في ايدك انت ومحلب عشان تنجح مصر، وستنجح باذن الله. الموضوع صعب جدا، ولو جبت نبي مكان السيسي او مكان محلب برضه هتلاقي فيه انتقادات. شكرا سياده الرئيس على دعوتك الكريمه، كل سنه وانت طيب. حقيقه بالنسبه لمدينه 6 اكتوبر بالتاكيد هي بتؤيد قرارات خصوصيه، وطبعا بكل ما مش عايز اكرر بكل ما اقيل من السابقين اللي قالوا الكلمات، يعني ايضا نؤيدها. بس انا في الحقيقه هتكون كلمتي مختلفه شويه عن كل ما لان مشكله مصر مشكله كبيره، وان كان الهدف من تشكيل الدعم هو ده الهدف منه ان احنا نرشد النفاق بقدر الامكان، فكل هذه الامور لا تستطيع انها تحل مشكله التخلف الاستمرار وهو العديد من السنين. مصر تخلفت كثيرا جدا عن مستعد العصر. لما نشوف مصر القديمه اللي هي من 3500 سنه كانت مصر ام الحضاره، استطاعت ان هي عن طريق الملكين انها توحد الوجهين وتظهر العصر الصناعي وتكتشفه، وده يعتبر أول موجة من موجات التغيير الاجتماعي. تاني حاجة جت موجة التغيير الثانية في العصر الصناعي ومصر تخلفت عنها. الاستاذ حسين عبد الرحمن عميد عام نقابه العمل الفني بنروح بيك في حوار اليوم، وكنا عايزين نعرف حضرتك ايه تقييمك للقصه بتاعت رفع مسارات الطاقه وتحريك مسلمينها بالذات الاقتصاديه؟ والله الفلاحين مش انقاذ الوطنيه من جميع المصريين، واحنا مع قرار بالغاء الدعم حتى الدكان الخدمات تجهيزيا الفلاحين مصر هيصبروا ويصبروا ويساندوا الحكومه حتى تقوم مصر من عصر اللي فيه. لكن احنا لغايه النهارده فلاحين مصر ما عندهاش اي اعتراض ان اي قرار تاخده الحكومه، لان الحكومه جزء من الوطن، واحنا لازم نسعى لنهوض مصر من المرحله اللي فيها. طب ان شاء الله حضرتك في الاسعار الاسمده اتوقع ان مفيش زياده الفتره الجايه؟ والله انت شفنا في المؤتمر الدكتور النحراوي دلوقتي قال ان مفيش زياده في الاسمده، ولو في زياده طفيفه احنا برضه هنتحملها، لان احنا عارفين ان وضع مصر الاقتصادي سيء، لازم نقف زي جميع المصريين بجانب الحكومه للنهوض من هذه المرحله الخطيره. طب فاكر الفتره الجايه ممكن تعملوا مؤتمر لدعم او تأييد قرارات الحكومه بتحريك اسعار الطاقه؟ شفتكم اتحاد عام الفتره دي؟ تمام، احنا حاليا بصدد هذا المؤتمر وبننسق ليه ان احنا بندعم الموضوع ده،
الفلاح المصري مش دايما، حتى انت ما شفتهمش حتى في الوزارات قبل كده. احنا بندعم مصر من زمان، بس احنا في مع احنا مع الغالي يعني، لان الفلاح اصلا مش مستفاد من الدعم ده زي ما انت شفت حضرتك، بيستفاد منه الجماعه الاغنياء والفقراء دول، ما يستفادوا الفتاه. انت تدعمني بلتر بنزين، تدعم مصنع بمليون لتر، فده موضوع احنا يعني احنا مع الحكومه قلبا وقالبا. في كنا حابين نعرف حضرتك ايه تقييمك لرفع اسعار الطاقه وتحديد بعض جزء منها بالذات التصرفات في الفتره اللي فاتت من الانفجار. شوف هذه القرارات لم تتخذ، ومن السموم بعض الدوائر وللاسف الشديد ان دي تراكمات كبيره. احنا دلوقتي بناخد قرارات جديده. فانا فاكر زمان قالوا مركزي بيه وزارات السبعينات، مركزي بيه حجازي بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه. وانا فاكر انها الدكتور عويس حجازي رد عليهم قال لهم، هو كان ب 65 قرش بس عشان السجع يعني، قال لهم اذا ما اكلتوهوش النهارده بجنيه كده هتاكلوه بكره ب 5 جنيه. 5 جنيه النهارده بناكله بكام؟ ب 3 جنيه دلوقتي. اذا لابد انك تاتي معاه، لابد انك تتعامل مع القرارات. قافل بعض السياسيين اللي بياخدوا قرارات رخيصه عشان يكسبوا بيها شعبيه، ما تلبس انها تكون لها اثار سيئه على الاقتصاد. انا الحاجه اللي انا بقدر صانع القرار انه بياخد قرارات صعبه تؤثر على الشعبيه سلبا، ولكن تؤثر في مصلحه الامه. ولذلك نحن نحيي هذه القرارات ونؤيدها ونؤيدها. ثم انك الان بدات تخش في سوق حره، سوق حرة بقى معلوم انك انت بتدعم اللي محتاج مش بتدعم السلعة. تدعيم السلعة دايما يؤدي فساد، لان السلعة اللي ليها سعرين يبقى فيها سوق سودة وفيها انحراف وفيها تهريب. فنحن نسير الان في طريق التصحيح، السوق والاستثمار والتنمية مناخ. نحن نريد ان نعيد الى مناخ الاستثمار والمناخ الحقيقي. المناخ الحقيقي هو اليات سوق تحكم السوق وتحاول بقدر الامكان ان تجعل الانسان يشتري ويبيع بسعه بقيمتها الحقيقيه، ليست بقيمه مدعمه من الحكومه وليست بقيمه. وانا اعتقد ان ليست من العداله اطلاقا ان انا اروح ادعم البعثات الدبلوماسيه وهي العربيات كلها راكبين عربيات مرسيدس ومش عارف ايه، كل ده بنزين مدعم. هل ده منطق؟ هل دوله فقيره لو تصرف بتصرفهم الاغنياء لافتقروا؟ صح، ما بالك بقى انك دوله فقيره. فده تصحيح لابد منه. لكن احب ان اقول للحكومه ان كل القرارات في اقتصاد معتدل تصحيحيه تتطلب تقديم ليها، وتتطلب اعاده صياغه الاشياء، وتتطلب اقناع المجتمع والتمهيد ليها، وتتطلب ايجاد البديل اللي محتاج عشان ما ناثرش على الناس، وتتطلب دراسه الظروف الاجتماعيه حتى لا نؤثر على حركه المجتمع والتراكيب الاجتماعيه بتاعته فيحدث ما يشبه الانهيار الاجتماعي. فكل دي مسائل ينبغي ان تراعى في الاعتبار. قدموا لانفسكم، لابد ان احنا نقدم لانفسنا قبل ان نتخذ قرارات صعبه زي دي. طب حضرتك هل تعتقد ان رفع اسعار الطاقه، رفع اسعار الكهرباء، رفع اسعار الغاز كل مره واحده من الحكومه شيء جاي؟ أنا لا شوف انا تأثير على الشارع؟ انا يعني ايه؟ ولا كان المرحله التدريجيه كان افضل؟ الحقيقه يعني اسال اللي طلع القرارات دي هو درسها ازاي او بتاع، لكن انا كنت افضل طبعا انها تاخد المرحله وتاخد التوقيت وان نقدم لها لنقنع المجتمع قبل ان ننزل بيه علشان ايه يستوعبها ويعرف اهميتها. النهارده احنا بنتكلم على اهميتها واهميه القرارات دي، لان ممكن الكلام ده يسبق القرار في اريحيه يستقبله ويحس ان هو ده ضروره ما هوش نوع من الرفاه. طب حضرتك بالنسبه انت من اكبر مصنع الاسمنت في مصر، عايزين نعرف برضه التاثير اسعار الطاقه. بالتاكيد طبعا هياثر على اسعار الاسمنت، لكن نحن سنحاول بقدر الامكان في المرحله القادمه ان نخفض من التكلفه قدر المستطاع حتى لا تاثر السوق. سنحاول ان نستوعب هذه الزياده دون تاثير على الاسعار قدر المستطاع. طب حضرتك لو في نسبه ارتفاع 2% تقريبا كده؟ لا انا ما اقدرش. الحكومه كان انا بص انا مهندس محرك قال من 2 و 10%. انا رئيس مجلس اداره، مانيش مدرس تكاليف في البتاع. لكن عايز اقول لك انا حاجه الذي اؤكده لك
انني سوف ابذل اقصى جهدي، لان خلي بالك ان الاسمنت ده 300 مؤسس و30 الف مساهم مش حسب راتب. وخلي بالك برضو ان سوق الاسمنت ما هواش بس اسمنت سينا، اسمنت سينا تبعد 400 كيلو عن سوق الاسمنت، لكن سوق الاسمنت شركات كتيره موجوده فيه هي اللي بتتحكم في حركه السوق وحركه العرض والطلب. لكن انا اؤكد لك ان انا على مستوى شركتي سوف يكون هامش الربح اقل هامش الربح، حتى الربح بتاعنا يبقى هو بس اننا يعني عايشين علشان نعدي المرحله دي والشركه تستمر وتنمو. احنا جربنا الفوضى، الفوضى يعني معناتها نقضي على الاخضر واليابس. اشكرك جدا حسين، شكرا جدا.